يعني لغة الحب بتاعته مختلفة عن لغة الحب بتاعتها، شخصيته مختلفة عن شخصيتها، ففي طبعا جاب فظيع ما بينها وبينه. زائد ان هما اتسرعوا طبعا في حتة ان هما لا هينفصلوا، في 5 مراحل للمواعدة. لا استني بقى، انا هعرف 5 مراحل دول، بس عايز اقول لك احنا عايزين نعرف رأي الشارع المصري في قصة النهاردة، ودي حاجة احنا حابين نعملها في قصة حقيقية عشان نسمع رأي كل الناس. هتلاقونا في أي مكان بناخد رأيكم عشان تكونوا جزء من قصة حقيقية زي ما بنعمل. تعالي نشوف رأي الشارع الأول. هو اختارها لجمالها أو علشان ينسى قصة حب قديمة، فده كان غلط، لأن هو النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر قال فاصفر بذات الدين تربت يداك، يعني قال إن الراجل لازم ينقي واحدة ذات دين، لا إما يبقى ماسك التراب بإيديه. فلازم نهال تتعلم إن الجمال ده زايل، إن هي لازم تتثقف، لازم يبقى عندها وعي، لازم تتعافى من اللي هي فيه. هي هتسترد ثقتها بنفسها لما تعرف إن اختيارها كان خاطئ، إن هي لازم هتختار الاختيار الصح، وإن هي تعيش حياتها بشكل طبيعي، تشتغل وتملى وقتها كله بشيء مهم. فلما هتملى وقتها بشيء مهم هي هتحس بقيمتها. هي نهال عندها شوية أخطاء، والولد طبعا غلطان، واللي غلطان في الأكتر في القصة هو الولد، لأنه جاي يعوض حب في واحدة تانية، وده غلط شديد يعني في الاختيار. هي لازم تتعافى من اللي هي فيه، وتفكر صح، وتدور صح، وتعيش حياتها صح. الأهل عليهم عامل جامد قوي في قصة الاحتواء دولة، لأن التجربة الفاشلة دي أكيد أثرت في نفسيتها، فلازم يحتووها ويحسسوها بالثقة بالنفس، ويحاولوا ان هم يبعدوها عن تفكيرها الخاطئ، ويقولوا لها ان ده ما يناسبهاش، وان هي لازم تختار صح، وان هي لازم تبقى يعني عندها شويه صبر، شويه ان هي تعدي الازمه دي، لانها ازمه وهم لازم يحتووها. هنصحها ان هي تاخد وقتها، وان هي تفهم نفسها اكتر، وما تدخلش اي علاقه الفتره الجايه لحد ما تعرف هي عايزه ايه بجد. ما اعتقدش انه جمال البنت ممكن يكون لعنة عليها لو هي ذكية وعرفت تختار صح، لانه فعلا الجمال بيزيد فرصة انه ناس يجولها اكتر، بس هي بقى هي تكون ذكية انها تختار صح. يعني عامة اوجه للاهل ان هم ما يضغطوش على عيالهم، لانه فكرة انهم يضغطوا عليهم دي هتخليهم ان هم يختاروا غلط، لكن ان هم يدوهم مساحة ان هم يختاروا صح وياخدوا وقتهم، فكده هيختاروا صح بدل ما هم يختاروا غلط. وبرده هيجي على الاهل ان هم لو حصل مثلا انفصال او حصل طلاق او كده، فهو ده هيبقى للاهل. يعني انصحها انها تنساه، ان هي تفتكر هو كان بيعمل معاها ايه، يعني هو كان بيحبها مش لشخصها، يعني هو كان بيحبها لجمالها، فهو فعلا شخص غير جدير بالثقه، وشخص ما يستاهلهاش. امتى البنت تاخد قرار الانفصال؟ لما تحس ان هو مفيش اي تقدير، مفيش اي احترام، مفيش اي حب، وده اللي عمله اصلا خطيب نهال، فاللي هو المفروض انت اللي كنت تسيبيه قبل ما هو يسيبك اصلا. من وجهه نظر خطيب نهال، البنت الاولانيه اللي هو كان خاطبها ممكن تكون اثرت في نفسيته ان هو بعد عنها او كده، فبقى يتعامل مع الكل ان هو سيان واحد، خطب تاني عشان يقدر يعيش ويتجوز ويخلف، مش عشان يحب، خطب تاني عشان واحده حلوه بالنسبه له، عادي يبقى بالنسبه له تمام الوضع مش وحش، بس ما خطبش تاني اي حد وخلاص، لا عشان مجرد ان هو يقول لك لا دي بنت كويسه. هو ممكن يكون البنت الاولانيه ما كانش احلى من نهال، فقال يجيب حد احلى من نهال يخطبها، يعني يعمل مقارنه شويه بينه وبين نفسه ان الشخص التاني لا انا اخترت احسن. ايوه من وجهه نظري اكيد كانت هي اللي تسيبه، لان هو الوضع بالنسبه لها هو مش مضرور في حاجه، زي ما احنا اتفقنا هو شخص بس كان كل فكرته ان هو عايز يقول لنفسه ان هو خطب بنوته حلو، بس هي اللي كانت مضروره من العلاقه، ولحد دلوقتي هي اكيد اللي مضروره من العلاقه دي. لو نهال اختي او قريبتي او صاحبتي انصحها بالحاجات كتير قوي تحددها في حياتها. اول حاجه ان هي قربها من ربنا، ده طبيعي يوجهها للخير كله. تاني حاجه ان هي بالفعل تتعامل مع الشخص اللي قدامها بمنطلق المواقف تبين، هو الموقف اللي عمله معايا حلو وقدرني تمام، ما عملش حلو وقدرني المفروض ما كملش معاه، او المفروض ما اهتمش بالتفاصيل اللي هو بيقولها.